اسكندريه. النهارده انا هاخدكم لجوله هنبتديها النهارده بالقلعه. المكان ده شهد لحظه خروج الملك فاروق من مصر على اليخت المحروسه بتاعته. مكتبه اسكندريه من جوه هي مكونه من اكتر المكتبه، هما 6 مكتبات. القلعه بتبقى عباره عن 3 طوابق. الطابق الاول يشغل معظمه المسجد بتاع القلعه، ده البرج اللي على البحر كان الجنود بتقف فيه عشان تراقب السفن اللي هتهجم على اسكندريه. اكبر مكتبه او المكتبه الرئيسيه هي المكتبه اللي بتشوف اول ما بتخشوها بتشوفوا كل الطلبه تقريبا قاعدين فيها. مكتبه عن الفنون والوسائط، مكتبه الطفل، مكتبه النشء، ومكتبه فيها كتب يعتبر ان هي النادره. اهم مكتبه هي مكتبه البيبليوتيك فرانكوفون او المكتبه الفرنسيه. نيجي للمستوى الثاني، هو بيتكلم عن الادب والشعر. طبعا اول ما تجيب سيره الادب والشعر لازم نفتكر الكاتب والاديب الكبير طه حسين الراحل، وعشان كده في مكتبه مخصوصه باسمه للمكفوفين، والمكتبه دي معموله تكريما ليه، بلس انها بتفكر قبل المكفوفين، بتفكر المبصرين قد ايه كفاءه وانجاز المكفوفين. المكان الجميل ده المنتزه، الناس كلها سمعت عنه بس يمكن ما تعرفش كتير قوي عن تاريخه. في ايام الخديوي العباس حلمي الثاني المكان ده كان عباره عن مكان تقريبا صحراء وشاطئ بس على البحر، فقرر ان ده هيبقى مصيف العائلي بتاع العيله الملكيه. وهنا احنا عند حمام السباحه الصناعي اللي معمول من المايه المالحه علشان العيله الملكيه تقدر تستمتع بالبحر من غير اي ازعاج ولا موج ولا اي حاجه. فهنا عندك اقدم بول طبيعي المايه المالحه. كده تكون انتهت جولتنا النهارده في اسكندريه. اتمنى تكونوا استمتعتوا النهارده بالجوله الصغيره دي.